أنا أعطي واحد الكيكة رويال بالكلاساج فيها 4 البيضات، كاس ديال السنيدة، كاس ديال الزيت، هادو كنخدموهم بالطراب الكهربائي مزيان، كاس ديال القهوة معصرة، المهم هاد الكيسان اللي كنقول يعني كاس ديال العنبة، واحد ساشية ديال القهوة سريعة الذوبان من غير هاديك كاس ديال القهوة معصرة، 2 معالق كبار ديال الكاكاو، وكاس غادي يكون مخلط فيه التمر واللوز والقرقاع والنوازيت والكاجو، هادو مهرمشين، وكنكونوا حاطين حدانا واحد شويه ديال الدقيق كندوزو فيه هاد العناصر هادو باش ما ينزلوش في الكيكه، كنخلطوا هذيك الكيكه، كنديروا الدقيق والخميره وهاد الكاس هذا اللي خلطنا ديال التمر مقطع واللوز. الدقيق ما غنحتاجوش بزاف الدقيق لانه دو لا ما كنحتاجوش بزاف باش ما يجيش ثقيل، وجوج خمارات فيها، جوج خمارات المول كنكونوا دهناه مزيان، كندخلوها طيب الفران صافي، ملي كنخرجوها كنكونوا صوبنا واحد كلاصاج ديال الكراميل في كاس ديال السنيده حتى كتذوب هذيك السنيده فوق البوطه، كنزيدو معاها كاس كبير ديال القشده الطريه وجوج اوراق ديال الجيلاتين بعد ما تسكناهم، وجوج معالق ديال الزبده. هاد الكلاصاج هذا كيحتاج تحريك يعني بسرعه، يعني كنبداو نديرو ديك السنيده كتذوب، كنزيدو ديك الكريمه كتذوب، يعني حنا كنخلطو يعني صافي، وكان هاد الكيكه هادي بعد ما كتبرد كنخويو فوق منها هاد الكلاصاج هذا، وكتقدم بالصحه والراحه، راه كتجي زوينه هاد الكيكه. ايه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك، مختلفه حتى هي مختلفه. والمقادير ديالها حتى هما قلال، ما فيهاش مقادير يعني بزاف ولذيذه ان شاء الله.